فاح من روض الجنان عطره في كل آن، ومع البشرى تجلى بالسعادة والأمان. فاح من روض الجنان، إنه الذكر العظيم يرسم النهج القويم، هو قرآن عظيم يرسم النهج القويم للصراط المستقيم. جاء في أسمى بيان، زاد في الأرواح نور، وشفاء للصدور، وعلى مر العصور لاح في درب الزمان، لاح في درب الزمان. فاح من روض الجنان، فاح من روض الجنان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال القرآن؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ وكيف استطاع هذا البرنامج أن يحيي وجود القرآن في حياتكم وفي بيوتكم؟ من عظمة القرآن، إنه القرآن العظيم، أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له ميزانا لا بد أن يتزن لتستقيم حياته. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان لا بد أن يكون في حياة الإنسان ميزان يزن حياته. فحين تكلمنا عن الخوف، لابد من ميزان اسمه الرجاء، ليتزن خوف المؤمن ورجاؤه. الرجاء هو أريحية تحصل في القلب، يشعر فيها بانتظار شيء يسعده، ده رجاء. إن الإنسان يحس جواه براحة في انتظار شيء يسعده وشيء يفرحه. الخوف رعب جوه القلب، يطمئنه الرجاء، يقويه الرجاء. ولا بد من هذا الميزان أيها الإخوة، لابد أن يكون للإنسان كفتي ميزان، كفة خوف وكفة فيها الرجاء، فيرتفع خوفه إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويرتفع الرجاء، ويرتفع الرجاء، يرتفع الرجاء، يرتفع الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل الرجاء ويرتفع الخوف، وهكذا يسير الإنسان إلى الله. رأس الطائر محبة الله، والجناحان الخوف والرجاء. الخوف يطلع إلى ما قبل القنوط، إلى ما قبل القنوط من رحمة الله وينزل، والرجاء يطلع إلى ما قبل الأمن من مكر الله وينزل، وهكذا يسير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعتدل الخوف والرجاء، ولكن الرجاء يكون بعمل. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل عملا صالحا. لذلك ذكر ربنا جل جلاله عمل هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. لذلك بعض الإنسان يغتر، يبقى مغرور ويقول ده رجاء. لا، في فرق بين الغرور والرجاء. الغرور أن تغتر برحمة الله بدون عمل، أن تعصي وترجو، وإنما الراجي أنه يتوب ويرجو، أنه يعمل صالحا ويرجو، أنه يتقرب إلى الله ويرجو، أنه يحب ربنا ويرجو،
ولابد أن يستوي هذان أيضا في ميزان سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. أن تحسن الظن بالله، أنا عاصي لكن ربنا كريم هيغفر لي، أنا مسيء لكن ربنا كريم هيرحمني، أنا سيء لكن ربنا كريم هيصلحني، وهكذا. إن الإنسان يبقى حسن الظن بالله وسيء الظن بالنفس. الرجاء من أقوى آيات الرجاء في القرآن، قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال بعض العلماء أن هذه الآية تبشر العاصي أن الله يغفر له ولو لم يتب. سبحان الله العظيم، شيء مبشر يشرح الصدر يفرح بربنا، ربنا كريم. الله جل جلاله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله العظيم. الحديث أيضا الذي يشرح الصدر ويسعد القلب بقوة الرجاء في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هي الكلمة دي: ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. ما أكرم ربنا جل جلاله، ما أكرم الرب سبحانه وتعالى جل جلاله. ربنا كريم يغفر وإن لم يتب عبده سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان، أن الله جل جلاله إن شاء غفر وغفر كل شيء، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك طبعا، إن لم يتب من الشرك والكفر والعياذ بالله. فالذنوب مغفورة، هذه قوة الرجاء. قوة الرجاء أيضا تتعلق في قلبك في حال الدعاء. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حين تدعو الله القريب المجيب، وتأمل أن الله جل جلاله قدم القرب على الإجابة، فحال الدعاء شعورك بالقرب من الله أفضل لك من الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله العظيم. فحال الدعاء فليقوى رجاؤك، يزداد رجاؤك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فادعوا الله وأنت موقن أنه سيجيبك وسيعطيك. وكما قلنا في حلقة سابقة: اسأل الله المستحيلات. سيدنا زكريا بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، وسأل الله الولد حتى أنه استغرب حين استجيب دعاؤه وقال: أنى يكون لي ولد، أنى يكون لي غلام. سبحان الله العظيم. فتجد أن الإنسان إذا سأل الله وقوي رجاءه، وعايزين نتساءل الآن، لأن هناك أيضا شرك اسمه شرك الرجاء، كما أن هناك شرك الخوف وشرك المحبة، هناك شرك الرجاء. ففي الرجاء نتساءل: هل رجاؤك في الله أقوى أم رجاؤك في التليفون وكروت الصرف والمعارف الذين يخدمونك حال حلول المصائب والبلايا؟ هذه القضية، أن يكون رجاؤك في الله أقوى، أنك ترجو من الله رحمته مهما أظلمت الدنيا واسودت وتكالبت الهموم، الله يفرجها كلها، والله عز وجل يبددها كلها، قادر جل جلاله مهما كانت ذنوبك.
ومهما كانت معاصيك حين تدعوه قال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله أو لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فليقوى رجاء قلبك أن الله جل جلاله يغفر ذنوبك مهما بلغت، ولو بلغت عنان السماء، أن الله جل جلاله يستجيب دعائك مهما طلبت ومهما رجوت ومهما دعوت، وأن الله سبحانه وتعالى يبدد همومك ويفك كروبك ويفرج كروبك، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره بين الكاف والنون. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. فاح من روض الجنان عطره في كل آن، ومع البشرى تجلى بالسعادة والأمان. فاح من روض الجنان، إنه الذكر العظيم يرسم النهج القويم، هو قرآن عظيم يرسم النهج القويم للصراط المستقيم. جاء في أسمى بيان، زاد في الأرواح نور، وشفاء للصدور، وعلى مر العصور لاح في درب الزمان، لاح في درب الزمان.